تحت شعار نقرأ لنبني. هذه الدورة تشارك فيها حوالي 177 دار نشر متجمعة في 88 جناح. المشاركة الأكبر للدور النشر المصرية، ثم دور النشر الليبية، ثم تتوزع ما بين تونس والجزائر والسعودية وسلطنة عمان، وأيضا لدينا مشاركة من إيطاليا ومشاركة من تركيا. لدينا في الأنشطة مشاركة حوالي 60 كاتب من عدة مدن ليبية مختلفة. الأنشطة تنوعت حول أمسية قصصية وشعرية والمشهد الثقافي الليبي. حنحتفي بمجلة الأمل بمرور 50 عام. لدينا نشاط للأطفال، سرد الحكاية، والأطفال الذين خاضوا تجربة تحدي القراءة سيتحدثون عن تجربتهم للأطفال. هذه الدورة نتمنى أن تتكلل بالنجاح، وهذا لا يتم إلا بحضور الناس، باهتمام الأكاديميين، دعوة للكتاب، دعوة لكل المهتمين بالقراءة، دعوة للمدارس العامة والخاصة بزيارة الطلاب، لأن حتى حضور المعارض مهم في ذاكرة الطفل. حضور المعرض الكتاب مهم في ذاكرة الطفل. لماذا معرض الكتاب؟ معرض الكتاب لأننا كما قلت نقرأ ليبني، لأننا الثقافة هي ركيزة الحضارة، الثقافة هي ركيزة بناء المجتمعات. دي المشاركة الثالثة لنا في ليبيا بعد معرض بنغازي من سنتين ومعرض طرابلس الماضي. المكتبة العربية بتهتم بعدد كبير جدا من المجالات، منها القصة والرواية والشعر باللغة العربية، الترجمات من اللغات الأجنبية الإنجليزي والياباني والتركي. عندنا كمان إصدارات في مجالات التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع. كم اللي مشارك بيه في مصر؟ عدد الإصدارات تقريبا 300 إصدار من مختلف المجالات مشاركين بيها في المعرضين سواء. رأيك يعني مع تطور التكنولوجيا، هل ما زال في إقبال على قراءة الكتب؟ ممكن يكون الإقبال أقل كما من السنوات الماضية مع انتشار التكنولوجيا من ناحية، مع الأزمات الاقتصادية من ناحية أخرى، ارتفاع التكاليف من ناحية ثالثة. ولكن في اهتمام أنا شايفه بالكيف، اللي هو طلب عناوين معينة، مش مجرد ترند، ولكن كتب قيمة بيعاد طباعتها رغم مرور سنوات عديدة عليها. دار الجابر تشارك في معرض بنغازي الدولي للكتاب في دورته الثالثة، وهذه المشاركة الثالثة. احنا كنا مشاركين في المعرض من بدايته، نشارك هذا العام بحوالي 367 عنوان لحوالي 200 كاتب ليبي، كتبنا في مختلف صنوف المعرفة. أعتقد أن نحن من بين دور النشر اللي تميزت بأنها تنشر الكتاب الليبي في كل مكان وتشارك في المعارض سواء داخل ليبيا أو خارجها. يعني موجودين دائما في معرض تونس، معرض القاهرة، معرض الجزائر، معرض اسطنبول، معرض قطر الدوحة، ومعرض طرابلس، ومعرض بنغازي. هذه الدورة إن شاء الله يعني أقيمت حقيقة في مكان يعني حقيقة يعني صالح لإقامة المعرض ومكان متميز، ونتمنى أن تحظى هذه الدورة أيضا بحضور جماهيري مكثف، على الأقل قراء الكتاب والله محبي الكتاب يستطيعوا أن يتحصلوا على الكتاب من الناشر مباشرة.